التحكم الجوية، الاحترام السرعة، الاحترام السرعة ما يقايد عدم التجاوز على الخط المتواصل، هذه كلها احترام احترام قانون، احترام قانون التوصيل، يحترم الانسان يحترم القانون، ما يكون فيها تجاوز، خلاص الانسان يحترم القانون ويمشي بالسرعه المحدده ويمشي كما كما يلزم الحال، قال اودي يحترم المهم تاع اشارات المرور، يحترم كل شيء ان شاء الله، كي نحترمه يكون امن، يكون امان، وفي الاخير الكمامه. كما مالك السلام عليك والعائلة تاعك. حملات تحسيسية التي تنظمها قيادة الدرك الوطني للوقاية من حوادث المرور، نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بالعباس حملة تحسيسية واسعة النطاق شملت جميع الطرقات التابعة للاختصاص موجهة لمختلف السواق المركبات بضرورة احترام قواعد السياقة السليمة وتطبيق قانون المرور للمحافظة على الأرواح البشرية وممتلكات الأشخاص، وتم تقديم مطويات بها مجموعة من الإرشادات من أجل السلامة المرورية وحث المواطنين بالتقيد الصارم بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا في ظل وجود السلالات المتحورة الجديدة.